شو بدي أعمل يا ربي؟ شو بدي أعمل؟ أنا لازم أترك ناهد وأترك هالبيت. الشي اللي عم يصير أكبر مني، مو قدرتي أتحمله. طيب وين بدي أروح؟ أرجع الضيعة ولا؟ والله بيذبحوني، ممكن يذبحوني. موتي أشرف من الحياة اللي عايشتها ناهد. أنا بدي أغير تيابي وروح. بدك شي؟ يعني مصرة تروح تقابلي مجي؟ لك هذا كابوس، هذا موت أحمر. أكتر أكتر. طيب يا ناهد بلغي الشرطة عنه، بركي بيحل عني. لك أنت ما بتعرفي شي، هيك بده يضل حامل السكين على رقبتك؟ مجيد مو حاطط السكين على رقبتي، مجيد عم ينحرني. مستسلمة وقبلانة؟ لك نحن وين عايشين؟ وين؟ بغابة، ونحن العصافير اللي فيها، العصافير اللي ما لجنا حاطة تطير وتهرب. بإيدنا ما؟ بإيد اللي أقوى منا، بإيد الحياة اللي خلقت خيار وفقوس، يلي خلقت فوق وخلقت تحت، ونحنا من الناس اللي تحت. يلي مثلنا كتار بس مو عايشين عيشتنا. شو؟ يمكن ما في غير هالحل. أنو حل؟ إنه نترك هالبيت وننتقل لبيت تاني. مجيد مستوطي حياتي لأنه بيعرف بيتي، بس وقت اللي ما بيعرفه ما بيقدر يلاقيني وما بيقدر يهددني، ساعتها يضرب راسه بالحيط. طيب تقدري تلاقي بيت بنفس الإجرة اللي عم تدفعيها هون؟ بلاقي إذا دورت. ولا ليش لدور؟ في بيوت عربية كتير أرخص وأحلى، أنا ما كنت دور فيهم لأنه البيوت بتذكرني ببيوت الضيعة. إيه أحسن. أحسن؟ أرجعي على الضيعة لك. أسفة فادي. على كل ما في غير الحل، أنا من بكرة الصبح نازلة إن شاء الله أدور على بيت. خاطرك. إذا تركتي البيت ما تركتي الحياة اللي عايشتيها، ما رح تستفيدي شيء. البلد فيها ألف مجيد. لك والله أنت ما في منك، بس مشكلتك أنك عصبي زيادة. لأني بحبك. أو لأنك بتحبني لازم تكون أهدى شوي. لأني خايف يكون لك شي علاقة بواحد تاني. أنا؟ لك أنا يحرم علي إذا بعرف غيرك، بس هدول اللي شفتني معهم. المهم يعني ما بتحبيني. لك أنا مو ما بحبك، بس بدي وقت لحتى أتعود عليك. ناهد إذا حبيتيني لتشوفيني مجيد تاني. والله الأيام جاية وبكرة بنشوف. إيه صحيح، قبل ما أنسى، أنا بكرة من الصبح بدي أطلع لعند أهلي، بدي أقعد عندهم يومين. بس يومين؟ ثلاثة بالكتير. وإمتى بدي أشوفك؟ أنت بعد ثلاثة أيام مر على البيت، إذا لقيتني بنطلع سوا. أخ إذا ما تطفش رفيقتك ونقعد عندك بالبيت بدون ما نطلع. شوف وعد؟ كمان قبل ما أنسى، امسكي هدول وتجيبي هدية لأهلك فيهم. لك يسلم إيديك، يلا شرف الصبح. شرف. افتح الباب يا ابني.
هذا هو. مو معقول. لا عم يرضى ياكل ولا يشرب الا بالغصب، ولا حتى عم يرضى يتحمم. تصوري حتى دقنه اللي كان يحلقها كل يوم تركها مثل ما لك شايفه. ليش؟ ما عم يحكي، عم يبكي وبس. شو لساتك مصره تقابلي؟ اكثر من الاول. طيب تحبي فوت لك هدول؟ لا لا ما في داعي. كذبت عليك هديك المرة وقت كنت عندي. لا حسيت انك كذبت علي. لكن ليش ما قتلوا اني بريء من قتله؟ قلت له وما صدقوك. قلت له ما بدهم يصدقوا اني ما قتلته قصدا. لانه صدر امر المحكمة وانتهى كل شيء. لانه مصرين انه يلهوني. القتل عمد غير القتل غير العمد. معقول العدل يضل مفقود بالدنيا وما بيقولي فيها كم ساعة؟ يعدلوا مرة واحدة بس، مرة واحدة وبعدين يشلوني. بس ما بصير يعدلوا، ما بصير. لأنه إذا عدلوا ما راح يشلوني. أنا وقت اللي حكموا عليك بالإعدام كانوا واثقين إنه حكمهم عادل. لا والله مو عادل. العدل انه يحبسوني. العدل انه اطلع شخص تاني من السجن. سيد سلمى انا السجن طهرني. انا بوعدك انه شق طريقي من جديد بشرف. بوعدك انه ما مد ايدي على قرش واحد حرام لو بدي موت الف موته. بوعدك لا لحط الصخر وطعمي امي العاجزه. بس قولي لهم، قولي لهم يرقفوا بحالي. قولي لهم انه المحكمه ممكن تغلط وانه الادله اللي اخذوها علي مو كافي ليقتلوني. قولي لهم. يا ريت اقدر اقول لهم ويسمعوا. لازم يسمعوا ست سلمى، لانه بكره حيكتشفوا يوم الحساب انه شنقوا مظلوم. بس ساعتها شو الفايده؟ شو الفايده؟ المره الماضيه اللي زرتك فيها كنت اقوى من هلا. كنت مفكر حالي قوي، مو هاممني، مو سائل. بس بعدين نهرت مثل ما انك شايفه. بس انا ما نهرت لانه ضعفت. لا انا نهرت لانه موتي حرام، كفر، جريمه. هو اللي هجم علي ووقعني واخذ السكين ببطنه. انا ما قتلته. حاسبوني، حاسبوني على السرقة. يسجنوني مؤبد. بس ليش يموتوني؟ ليش موت؟ مو من شان امي، من شاني انا. انا لسه ما شفت شي بالدنيا وغيري عم يعيش 98 سنة. حرام موت، أنا حرام موت، والله حرام موت. أنا حرام موت ست سلمى،
غالي شو رأيك؟ والله غالي كثير وأنا مو قدرت أدفع هيك. طيب أنا رح باخذك على بيت أرخص شوي وقريب من هون. تفضلي تفضلي معي. أهلا وسهلا. ما قلتي لي شو رأيك؟ والله يا عمي ما عجبني. أول شي غالي ما له أرخص بكثير من هذا، بعدين ما شفت لي صاحبه كيف لقيه ومرته يقطع عمره على هالموديل، وشها مثل الساعة 6، عقرب لفوق وعقرب لتحت. لا ولسه ما بلشنا، بلشت لي أسئلة وتحقيق، أنت مين ومنين ومين بيجي لعندك ومين بيروح من عندك؟ أنا عمي هذا الشي ما بيناسبني. طيب تفضلي تفضلي منشوف غيره. تفضلي. بسيطة صنة بسيطة، يعني هي مو المأساة الوحيدة بهالدنيا، وانت اللي بتعرف قد ما كان واحد متماسك وجبار لحظة بشوف الموت بده ينهز وصلاح بضله إنسان. قبل ما أنسى أنا حكيت لك مش قرابي، أعطيتهم أوصافهم وقلت لهم يمروا على الجامعة لحتى ياخذوا صورته وينشروها مشان يكون البحث عنه بشكل رسمي، يعني هو طالب عنهم يمكن يكون مخطوف. سن وقت الواحد بيختفي بحطوا عدة احتمالات والخطف واحد من هاي الاحتمالات. يعني احتمال خطفه قائم؟ لك يا ستي مين بده يخطفه؟ لا هو مليونير ولا ابن مليونير، غالبا الموضوع موضوع علاقة حب. بقى شيل الخوف من قلبك وريحي لراسك. الظاهر ما راح نتفاهم إذا ما شربنا قهوة. ألو يا ابني، اثنين أحمد، واحد سادة واحد وسط. تفضل يا سامع. هدول اللي معهم مصاري، البياع والشاري، لنشوف كرمكم. الكبير برق قلبه على الصغير ولا الصغير بيساير الكبير وبر الوالدين القصف عمره. يا سمير لك ما حدا اخذ معه على القبر غير عمله الطيب والكفن ما له جيوب. لك ما حدا حاطط على راس ريش وعلى ابو الريش. ادفع من نادي ياسر. ابو الريش ان شاء الله تعيش. ابو الريش ان شاء الله تعيش. سلمى انت بتعرفي فيروس الايدز عن كم طريق بينتقل؟ بعرف ما لي جهل. معناتها في ممكن كتير ضحايا يكون منهم. المهم أنا كيف بشوفهم. معناتها سلمى أنت هيك عم تتهربي لحتى ما تعترفي بقسوتك عليهم. إذا بدك تشوفيهم صح اعرفيهم على حقيقتهم. ما لي مضطرة وجه راسي. لو كنت أنا الوحيدة اللي ممكن تقوم بهيك دراسة كنت أخذت وعطيت معك. سلمى صدقيني بأنه أنت الوحيدة. أستاذ سمير أنت بتعرف شو يعني تقعد مع حدا ويكون شاذ؟ سلمى اسمعيني منيح، شو ذنب المريض اللي بينتقلوا المرضى عن طريق طبيب الأسنان لأنه الدكتور مو معقم أدواته؟ أو إذا نقلوا له دم بعد حادث سيارة والدم طلع فيه فيروس، هذا شاذ؟ طيب هي الزوجة يلي نقل زوجها المرض بعد خيانة من خياناته، شو ذنبها هي كمان؟ شو ذنب جنينة يلي هي كمان نقلت له المرض؟ في بالمصح مرة وابنها؟ هلا صار عمره سنة وحالته أصعب من حالة أمه. معقول؟ قولي لي هذا الطفل شو ذنبه؟ ولا أمه شو ذنبها؟ ذنبها إنها ما عرفت تختار زوجها. لا معلش سلمى معلش، مع احترامي لإلك هذا الكلام ما بينسمع. هذا عنوان مركز مكافحة الإيدز ورقم الدكتور مازن مدير المركز. اتصل فيه وبنسقي أنت معه. تفضل. ما رح أقدر ما رح أقدر. معلي سمع خليها معك ممكن تقدري. أنت عم تعذب حالك معي بدون فايدة. وأنا قبلان يا ستي.
مع السلامة. وعلى مصرياتك ما في مثل ما شفتي، بس هلا انت اذا بتقبلي يعني عدم المؤاخذه تسكني مع الجيران باخذك على بيت قد مصرياتك وحلو كثير. كم واحد ساكن فيه؟ في عنا بيوت ساكنين عيال مع بعضهم، وفي عنا شباب عزابيه، وفي عنا هيك وهيك. لا الله يخليك، انا مع عزابيه ما بسكن، لا انا ولا رفيقتي. استني استني، انا عندي بيت مو ساكنته غير وحده بنت، بتشتغل ممرضه بمشفى حكومي، وادميه عدم المؤاخذه قد ما قلتي. ايه وانا شو بدي بالادميه؟ ما بتكفيني فاتين. البيت فيه 5 غرف. والمخلوقة ما أخذ غير غرفة واحدة، حتى غرفة الضيوف قال مو بحاجتها، لأنه لا حدا بيروح لعندها ولا حدا بيجي. طيب الأوض البقيانة منيحة؟ كل الغرف مفروشة مثل بعضها. وتليفون ما في أكيد. وليش التليفون بالبيت؟ في حدا بهالأيام ما عنده موبايل؟ والله أنا ورفيتي ما عنا. اشتروا، الخطوط رخصانة والموبايلات عم تنباع على البسطة. طيب فيني شوفوا للبيت هلا؟ هلا قديش الساعة؟ والله على كل أنت وحظك. ممكن ما نلاقيها بالبيت، بس إذا ما لقيناها بدنا نستناها شوي لحتى ترجع. عدم المؤاخذة، وإذا تأخرت بترجع لعندي المساء على المكتب بنجي نباكي سوا. يلا تفضلي تفضلي. ليك اجت الانسة سناء. كيفك انسة سناء؟ اهلين براتي. مرحبا. اهلين. ممكن نشوف البيت لو سمحتي؟ اكيد تفضل. ماما رايك؟ اذا فاق اخوك بده ياكل اكل بالبراد، ها ماما انت اسكب له لا تخليه يقوم. ابو ربي رعبتك؟ ايه طبعا انا عم بفتح الباب وانت يا غافل لك. خلي وليدي يرضى عليك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كانك انت طالعه؟ ايه والله رفقاتي عم يستنوني. يا ستي عدي لك شوي ما راح يطيروا. فليكي ليكي ولا كانه حدا اجا. دقيقتين تخلص اللعبه بابا. ولا في الحمد على السلامه. طبعا الحمد لله على السلامه. هدول جبت لكم اياهم من السوق الحراره. هذا كيس زيت. تسلموا. وهذا ربيع. وهذا لك. ليش انت عارف حالك بابا؟ ربيع مو بالبيت؟ مبلى بس نايم. لهلا نايم؟ لانه اخذ حبه منوم. ليش عم ياخذ حبه منوم؟ لا ما بياخذ، بس مو لانه رجله مكسوره. رجله مكسوره؟ وجبرنا له اياه. وشو اللي كسرها؟ عمل حادث بالموتور. لك انا كم مره قلت له؟ تعال اقول لك، لك لا تفيقه خليه نايم. والله بصراحة جيراني بالبناية مالن قوادة. وحضرتك شو بتشتغلي؟ أنا سكرتيرة. وفاتن؟ فاتن مصر لزمان نازلة عالشام، عم دور لها هلا على وظيفة. شو قررتي أنسي ناهد؟ إن شاء الله عجبك البيت. خلص أبو راتب، بياخدوا هاي الغرفة وهديك الغرفة، هدول أحلى شيء أحلى شيء بالبيت. هلا أبو راتب، إذا أنا ورفيتي قعدنا بغرفة واحدة، بتاخد منا نفس الإجرار؟ بدكم تدفعوا نفس الشيء، لأنه صاحب البيت بياخد على الراس. على الراس؟ شو نحن غنم يا زلمة؟ لا لا الله يسامحك، بس طلعت مني غصب عني يعني. طيب إذا 5 أشخاص قعدوا بغرفة واحدة تاخذوا منهم 5 أجرات؟ لأنه صاحب البيت بصراحة انقرص أكثر من مرة، بعلمنا بيكون في واحد بالغرفة بصيروا 10، والعشرة مو مثل الواحد، بعدين دخيلك قديش أجار الغرفة؟ كل أجار الغرفة ما محرز العزاء. عزاء؟ المهم الدفع كل أول شهر مو آخره، والمبلغ اللي اتفقنا عليه، والكهرباء والمي بتتقاسموا عليكم أنتوا 3. إنت بدكم تجيبوا الاغراض؟ مو مشكلة، اغراض مقليلة، قبل المغرب إن شاء الله بنكون هون. إيه تفضلي مشان توقعوا لي العقد. هلا أنا ما بقدر أوقع عن رفيقتي؟ لا لا بدها تكون معك. طيب ماشي بجيبها معي.
شكرا على السنة، تشرفنا. حبيبتي لسه ما ضيفتي. لاحقة رح يجوا سكنوا عندك، لاحقة بتضيفيهم. باي باي. الله معك. هذا الموتور لا بقى تركبه، أنا من بكرة بنزل بشري لك سيارة. أنا ما بدي سيارة. شو اللي بدك يا لكان؟ بدي حس إني عايش، إني حي، بس ما عم بعمل شي غير إني عم باكل حالي. بإيدك، أنت لو جمعت علامات عالية بالبكالوريا كنت بعتك لأحسن جامعة العالم، حتى بعلاماتك القليلة كنت بعتك، بس أنت ما لك خلق للدراسة. لأنه البكالوريا أخذتها بالزور. ليش شو كان ناقصك لتدرس وتجيب علامات؟ كان ناقصني كتير. أبدا ما كان ناقصك شيء، كان كل شيء عندك أكتره. بعمرك ما طلبت شيء وعزيته عنك. بابا أنا ما بدي مصاريك، أنا بدي إياك أنت. طبيعة شغلي هيك، أنا إذا ما سافرت وأشرفت على عقد الصفقات وعينت البضائع وشفت المندوبين والعملاء وقمت وحطيت، بضل مثل ما أنا، مكانك راوح. ليش وضعك مثل هلأ وقبل؟ من شو بيشكي؟ الواحد دائما بيسعى للأفضل، وإذا ما حسن وضعه باستمرار بيصير بياكل من رأس المال. رأس المال هو ملايين كتيرة. هالملايين الكتيرة رح تبقى إلك ولأخوك رائد. ليش نحن شكينا لك إنه بدنا زيادة؟ حاجتنا. حاجتك بابا. عود وارتاح. عود وشغل مصاريك وأنت قاعد ببيتك. كل الأغنياء بيشغلوا مصاريهم وهم قاعدين ببيوتهم وبين أولادهم. أنا تعودت على حياتي وما عاد فيني بدلها. وماما كمان تعودت على حياتها. أنت بتسافر لبرا وماما بتسافر لعند رفقاتها. وأنا ورائد شو بدنا نعمل؟ كمان بدنا نسافر. بس لوين؟ سفر بالفراغ مثل الضايعين بالصحراء. انت عم تفلسف الامور اكثر من اللازم. بابا انا عم حط ايدي على وجهي، ويا ريتك تحط ايدك معي. طيب مهلني لاخر السنه وبوعدك اني ما سافر الا للضروره الضروره. يعني كم يوم رح تبقى عنا؟ يعني رح ترجع تغيب 4 اشهر. لا لا لا، شهر بالكثير، وبرجع وبقعد عنكم 3 اشهر. بابا بزمتك وبيني وبينك، انت مو متزوج بحدا تاني برا؟ شو قلت؟ اسف بسحب سؤالي. طيب شو جاب السؤال على بالك؟ بيقولوا اللي بيغيب عن مرته كتير بتكون في وحدة تانية اخدته. لا لا طمن، انا شغلي هو اللي عم يخليني غيب مو مرة تانية. وان شاء الله فتحت هيك سيرة قدام امك. انا مشان الجن ما والله ما لك قليل عند ربك يا ربيع. والله ولا انت يا بابا. شايف قديش حلو هالبيت ناهي؟ حلو بس الحارة بتهوي. احنا شو بدنا بالحارة؟ حق معي، انت لا بتفوتي ولا بتطلعي. ناهي انا صار لازم لاقي شغل. ما شو بدك تشتغلي؟ لك اي شيء، هون طلع اجرة الغرفة. هلا حدا طلب منك شيء؟ ما بيصير هيك، شو انتي خلفتيني ونسيني؟ بدك تصرفي علي. اهلا وسهلا فيكم. تسلموا ايديكي. ثناء نحن مو ضيوف، مو كل الوقت قاعدين تضيفينا. طالما اليوم اول يوم لكم بالبيت معناتها لساتكم ضيوف. يلا بسم الله. دوقولي هالمكدوسه، هذا اللي امي بعثت لي من بلدها. ثناء انت من انو بلد؟ انا من حمص. صار لك زمان بالشام؟ سنتين. مبسوطه بالعيشه هون؟ الحمد لله مستوره. راتبك اللي عم تاخديه من المستشفى عم يكفيكي؟ عم يكفي بس بالزور. بس والله حرام، يعني حرام واحدة حلوة مثل حكايتي تشتغل ممرضة بمستشفى. يعني معي شهادة تمريض، شو بدي اشتغل فيها؟ ليش ما معك بكالوريا؟ بلا معي، بس ما قدرت ادخل جامعة. ليش؟ اهلي حالتهم على قدها، بس الحمد لله مستورة. مثل ما بيقول المثل، خدمتك بلقمتك. نيالك على هالقناعة. قناعه انه بس بدي افهم. هدول اكثر ناس محتاجين للرعايه والاهتمام والتعاطف، والسريه مطلوبه. يعني ما لازم حدا يعرف انه مصابين بالإتش. انا اصلا ما راح اعطيك اسمائهم، راح اعطيك ارقامهم، لانه لكل واحد منهم رقم. طيب كيف بدي اتحاور معهم وانا ما بعرف اسمائهم؟ يعني هيك كاني عم اتحاور مع بني ادمين مثلي ومثلك. انا متفق معهم انه هن قدام الناس الغرب بيكونوا عباره عن رقم، وهذا جزء من السريه والتكتم. اما اذا اي واحد حاب يعطيك اسمه فالمساله بتعود له، بس بهالحاله بيصير لزوم عليك انك ما تذكري اسمه قدام اي مخلوق مهما كانت الاسباب. واضح سيدي سلمى؟ ايه ايه
واضح واضح. وهي أضابير المصابين الثمانية اللي عنا بالمصح. الأستاذ سمير قال لي إنه 9. الأم وطفلها الرضيع حطيناهم بدبارة واحدة. يعني المرضى مو سوريين بس، من بلدان عربية مختلفة. هذا ترتيب اليو ان دي بي. المهم بكل إدبارة في استمارة خاصة بالمريض، بالإضافة لبعض المعلومات اللي جمعناها عنه قبل الإصابة. طبعا ممكن يكون 90% من المعلومات غلط، لأنه نحن أخذناها منه لما حكوا، وأكيد لما حكوا ما حكوا كل شيء، يمكن بدافع الخجل أو الحرج. مهمتك سيدة سلمى انك تطالعي منهم اللي انا ما قدرت طالعه، بس ما بدي منك لا تهيؤات ولا تصورات ولا تخمينات، حقائق ثابتة قدر الامكان. تحكي لي فيها عن تدرج حياتهم السلوكية والبيئية والتربوية من وقت لما كانوا صغار لحد اصابتهم بالمرض، انتهاءا بوجودهم عنا بالمصح. وكل ما كانت المعلومات دقيقة وحقيقية كل ما قدرت تساعدينا بحملة التوعية اللي شعارها كسر حاجز الصمت، بمعنى أنه مرض الأيدز مثله مثل أي مرض تاني، لازم الناس تعترف بوجوده ولازم تعرف أنه خطره كل ما له عم يتفاقم لحتى نقدر نحاصره. إمتى بتحب أبدأ؟ كل ما أسرعتي بيكون أحسن. أنا برأيي تقرأ الأضابير وتاخذي فكرة عن المرض. قراءتهم ما بتاخذ معي ساعتين؟ معناتها مستعجل كتير، وهذا شيء ببشر بالخير. سيدي سلمى اقري الأضابير ولما بتكوني جاهزة اعملي لي تليفون ونطلع سوا على المصح. عن إذنك. الله معك، بالتوفيق إن شاء الله. حلمانة بالفئة بكير؟ الساعة صارت 11. ايه بتكون 3، شو في وراكي يعني؟ الزريقة ما بتلصقها، يا الصبح بكير يا المساء. وحضرتك من امتى فايقة؟ من بكير. ساويت قهوة وشربت أنا وسناء، هي راحت على الشغلة وأنا عم بسقي زريعة. وعادتي تغني كمان. بشرفك بدينك بزبتك، صوتي ما حلو؟ هلا أنت مو على أساس بدك تنزلي تدوري على شغل؟ لكن بلا، بس وين بدي روح؟ مين بدي اسال؟ وين بدي ادور؟ والله ماني عارفان. حبيبتي لا تروحي ولا تسالي ولا تعذبي حالك. يلا يلا يلي معهم شهادات كبيره ومصلحه يلاقوا لهم شغل. لك ايه بس هلا اتركيه على التيسير. فيكي فاتن، انا حابه اروح لشي كافيتيريا اشرب قهوه، تروحي معي؟ وعدي حدا؟ مين بدي وعد يعني؟ حابه اطلع انا وياك نغير جو، ما بدك بلا. لك لا لا خلاص، بيني وبينك انا كثير لازمني تغيير جو. بس لك ما عندي فستان خرجيك روحه. لك مو مشكله انا بعطيكي من عندي. يلا طبشيني، روحي اعملي لنا فطور على الخبريه، انا بدي انزل شوي على السوق. من عيوني. عمرها 20 سنة، معها بكالوريا وعم تعمل دورات انجليزي وكمبيوتر. عم تعلم كمبيوتر انجليزي ولا عم تقوي حالها؟ لا هي شاطره بس حابه تقوي حالها. حلوه يعني شكلها؟ طمن، شكلها مناسب. تشرف، اهلا وسهلا فيها. قديش الراتب؟ كبدايه 3000 ليره. اوف كثير قليل. وقت تمرس بالوظيفه راتبها بزيد بشكل تلقائي. طيب شكرا. عفوا. حتى ما يضلوا جوعانين. كله عم يتقاتل على الكرسي والكرسي يا حرام بخلوه على رجليه. شوف شوف كله عم يتقاتل على الكرسي والكرسي بخلوه على رجليه. اعطيني واحد شريف لاعطيك 100 حرامية. شوف 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 ما في توازن بالبلد. يا فوق فوق يا تحت تحت، اعطيني واحد.
شريف لاعطيك 100 حراميه. ما في توازن بالبلد، يا فوق فوق يا تحت تحت، ما في فوق ونص على نص، وما في لا 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 لا، كله بيرتشي. ايه وانا ابو الريش ان شاء الله تعيش، انا ابو الريش ان شاء الله تعيش. ليش طلاب المدارس ما عم يتعلموا؟ لأنه المعلمين ممسرورين من الراتب اللي عم ياخذوه. يا بالريش ان شاء الله يا نصيب يا نصيب. انا قلت لهم ما في توازن بالبلد، يا فوق يا تحت، يا بالريش ان شاء الله تعيش. يا نصيب يا نصيب. امبارح المسا جابوه لعندي. لا لا، بدون مقاومه طبعا، بدنا نستكمل التحقيق معه، وانا شخصيا راح اقعد معه. طمن سيدي طمن. مع السلامة. ادخل. احترامي سيدي. اهلين عامر. ارتاح. خير. اليوم وانا ماشي بالشارع لقيت واحد مجنون حامل قرمة مكتوب عليها انا ما بدي حسنة، بدي حقي، وتحت منها كاتب الدنيا فظيعة. أنا ما بدي حسني، بدي حقي. بس الكلام اللي كان عم يقوله هو ماشي أخطر بكتير، وأنا سجلت كل كلمة قالها، وفينك تطلع عليها سيدي. تفضل. جبته معك؟ كيف بدي جيبه معي ومالك أعطيني أمر؟ بدون أمر. هذا الكلام خطير كتير. صحيح خطير، بس طالع من مجنون. أبداً، هذا الكلام مو كلام مجانين، كله عم يقاتل على الكرسي والكرسي مخلوع رجليه. أعطيني واحد شريف لأعطيك 100 حرامية، ما في توازن بالبلد، هذا كلام مجانين. ها صدقني سيدي إنه مجنون. خذ معك عنصر وروحوا جيبوه. منين نجيبه؟ هذا بدور من شارع لشارع، ضليت ساعة ماشي ورا لقدرت أكتب اللي كتبته. تقلب الشوارع عليه شبر شبر، ما مسكته وجبته، على ايه اللي الحقه وشوف وين ساكن. بس يا سيدي انت بتعرف. خلاص خد معك المساعد نزيه وبسرعه. حاضر سيدي. هذا مو طابور خامس هاد؟ ولي ما ينتشر هذا المرض عنا. الو الو، ازيك يا خاله ام رامي؟ اهلين يا ابني، طمني. لحد دلوقتي ما ظهرش، انما انا وزملائي رحنا لعميد الجامعه قابلناه وقلنا له انه في زميل لينا مختفي من مده طويله، واحنا شاكين يكون جرى له حاجه. لا سمح الله. وهو اتصل بالبوليس على طول. هو رامي بعت لي رساله. امتى؟ من كم يوم، بس مو عايل اللي فيها شي غير انه ترك الجامعة. طب دي حاجة تطمن. يا رب ان شاء الله. وانا اول ما اعرف حاجة عنه هتصل فيك. فوتك بعافية. طيب يا ابني، شكرا كتير لك. الله معك، مع السلامة. بني هي اول مره بحياتي فوت لهيك محلات. بس حبيبتي انت جايه معي، معناها شوفي زبط علي فستان منيح. فستان بجنن، خدي لك. لا ما بدي، شو بدي اعمل فيه؟ بلكي شكلي هذا هديه مني لك. Thank you.
ليش خسرانين؟ لا انا ما بقعد مع حدا، ما بحب هاي الحركات. بنت فاتين بتكوني جذبه؟ خلص تبقى ما بدي اروح لحالي واتركك. ليش لحتى تروحي لحالك من اصله؟ يعني شو قعدك معه؟ كلا مالك شايفتي رجال كبير شو حياكلنا؟ شوفي نايد انا هيك ما خلص ما بقى ان شاء الله خلصنا، انت لا تحكي ولا كلمه، انا بس شو عبالي اعرف هو شو بده مني. قوم يلا. عجبتني اللفة بالشوارع، تكسروا رجلي ومعدتي صارت تفرك. اعطيني رقم موبايلك لدق لك مشان السبت رقم موبايلي عندك. بس انا ما بعرف سبته. انت اعطيني الموبايل انا بثبت لك اياه. تفضل. قديش الرقم؟ 094. يي دغري عطته الرقم. هيك كمان ثبت رقمك عندي. شكرا. ايه بدك شي بابا؟ مبكر على موعد الطياره ولا مانك مصدق تطلع من البيت؟ لك انت مسامير ما بتطلع. لانه موعد الطياره الساعه 6 وهلا الساعه لسه ما صارت 2. بدي مر على المكتب قبل ما اطلع على المطار، عندي شويه شغل. ما صار لك ساعه جاي من المكتب. لك شو بدك تحاسبني انت؟ لا انا اسف ما عز الله. بدك شي من تركيا؟ كترانا سفراتك على تركيا. لأنه هنيك مركز الشغل. من تركيا ما بدي شيء، بس بدي اياك تقول لأمي إنه تنسانا رفقاتها شوي. لك شلون بدي اقول لها تنسى رفقاتها؟ مو أحسن ما تنساني أنا وأخي؟ لك يا بابا إذا راحت لها مشوار وين المشكلة؟ ما أنتوا عندكم خدامة عم تخدمكم ليل نهار، وإذا عم تقصر معكم قل لي بلعها. بعدين طالما أنا مالي موجود بالبيت، ليش بتحبس حالها فيه؟ لأنه أنا وأخي موجودين فيه. قديش عم تغيب عن البيت مع رفقاتها؟ ساعتين ثلاثة؟ بقية النهار ما عم تقضي معكم؟ هذا واحد. اثنين، أنا ما فيني إجبرها تقعد بالبيت طالما أنا على طول مسافر. بدها تقلي عود بالبيت لا أقعد معك. أنا وأخي ما دخلنا. أنتوا اللي دخلكم، بس أنت ما فيك إلا تكبر الموضوع. على كل ما بيوصيك ما بتمشي على رجلك إلا حتى يشوفها الدكتور ويقيم الجبصين. يلا باي بابا. ما بدك يعني امشي على رجلي.
كيف شايفه هالما صح؟ كأنه قطعة من الجن. رح تنحسس المرضى انه إلهم قيمتهم بالحياة. هون غرفة العيادة والإسعاف، وهون مختبر الأشعة والتحاليل، وهي غرفة السيدة المديرة. تفضل مدام عفك على بقية المصحة. Thank you.